المتحدث باسم العدالة والتنمية منصور يباش الكاذب الأكبر. استقالة كليتشدارأوغلو باتت قريبة جدا لرد فعل قوي من المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك على منصور يباش رئيس بلدية أنقرة والقيادي في حزب الشعب الجمهوري. قال تشيليك إن يباش أطلق مزاعم فاضحة حول حكومة حزب العدالة والتنمية أثناء العملية الانتخابية، حيث أعلن فوز كليتشدارأوغلو في الجولة الأولى دون أي احترام لإرادة الشعب التركي قبل الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وأشار تشيليك إلى أنه على الرغم من أن الرئيس أردوغان كان في المقدمة بشكل واضح منذ الدقائق الأولى من افتتاح صناديق الاقتراع في 14 مايو المنصرم، إلا أن تحالف طاولة السبعة وخصوصا أكرم إمامأوغلو ومنصور يباش أدلوا بالعديد من البيانات التي تفتقر إلى المصداقية ولا تعكس الصورة الحقيقية للجماهير فيما عرف بأزمة البيانات. ونوه تشيليك إلى أن قدرة إمامأوغلو وياباش على التزام الصمت في الجولة الثانية أمر مثير للفضول على حد تعبيره. وفي موضوع ذي صلة ولدى سؤاله عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن الاستقالة بعد الانتخابات، قال كليتشدارأوغلو إنه وفق القواعد المصرح بها داخل الحزب فإنه يتم إجراء المراجعات والتقييمات والمناقشات، وسنقررها معا ونشاركها مع الجمهور في أقرب وقت ممكن كما قال. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك توتر داخل الحزب خصوصا بينه وبين رئيس بلدية إسطنبول، قال كليتشدارأوغلو إن محادثات تجري بينه وبين إمامأوغلو لرسم خارطة طريق جديدة معا على حد وصفه.